المرور. نحييكم بأجمل تحية صباحية من أرضية هذا الميدان في انطلاقة أشواط هذا الصباح المميز وشوطنا هنا المنطلق هو الشوط السابع في مجموع الأشواط وشوطنا السابع الخاص بانطلاقة لقاي القعدان المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل لمسافتنا الخمسة كيلومترات التي نتابعها في الانطلاقات وفي التحديات الصباحية الجميلة. نسير معكم مع هذه الانطلاقة، نسير مع هذه التحديات الجميلة التي نتابعها بعد أن تابعنا ستة أشواط انقضت. هنا هذا هو سابعها في مسيرة هذه الأشواط هنا المقررة وهي الخمسة وعشرين شوطا في هذا الصباح المميز الجميل للصدارة والمقدمة. ونذكركم بانطلاقات الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة الواحدة والنصف مع لقايا أصحاب سمو الشيوخ. نتابع الصدارة ونبحر في المقدمة وفي المركز الأول مبعد لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، بينما من الجانب الثاني هواش محمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، وعلى المركز الثالث يأتينا مبشر لسعيد بن محمد بن خيرة العفاري، وهناك لليهان القادم بهذه الانطلاقة راشد بن عبد الله بن خليفة المسافري، وعلى المركز الخامس يأتي نايف ناصر بن جابر بن علي المري، ويأتينا هنا صغان لحميد بن عتيق بن عبيد بن هلي الهاجري. وسابع مراكزنا هناك شاهين مبارك بن محمد بن مبارك بن طماطم العفاري، وعلى المركز الثامن يأتي مجهول حمد بن سيف بن راشد بن شاوي الغفلي، من يقدم لنا مجهول بهذه الانطلاقة. تاسع مراكزنا مناور العمير بن عبد الله بن سالم بن خادم القبيسي، وعلى المركز العاشر يأتينا هنا الملوم لحمد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، من يأتي على المركز العاشر هنا الملوم. فانطلق على عاشر مراكزنا وأسامي أيضا خلف المراكز العشرة الأولى. لنا عودة شاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى الصراع والانطلاق هناك على صدارة هذا الشوط وثنائية جميلة هنا بين مبعد وبين هنا هواش. أي صراع أرى هواش بدأ يتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول لمحمد بن عتيق بن سالم بالعرض الحميري، من يقدم على المركز الأول وصدارة هذا الشوط بشعار المتمرس يأتينا على المقدمة، بينما المركز الثاني مبعد لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري هنا منطلقا بصدارة هذا الانطلاق وهذا التحدي الرائع الجميل والانطلاقات والتحديات الجميلة. بينما ثالث مراكزنا دليهاني هنا المنطلق راشد بن عبد الله بن خليفة المسافري، من يأتينا على المركز الثالث. رابع مراكزنا مجهول حمد بن سيف بن راشد بن شاوي الغفلي، وعلى المركز الخامس نايف ناصر بن جابر بن علي المري، من يقدم على المركز الخامس. سادس مراكزنا مبشر سعيد بن محمد بن خيرة العفاري، والقادم شاهين مبارك بن محمد بن مبارك بن طماطم العفاري، من يأتينا على سابع المراكز. والمركز الثامن هنا مناور العمير بن عبد الله بن سالم بن خادم القبيسي المنطلق، وصل هيثم بهذه الانطلاقة هنا مع سعيد بن حمد بن محمد بن مية العفاري، من يقدم بهذه اللحظات بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الصباحية الجميلة. هناك أرى القدوم في هذه اللحظات من الجانب الآخر والمنطلق هنا بهذا الانطلاق الجميل هنا، والقادم مغري لسالم بن عامر بن راشد المدهوش، من يأتينا هنا على المركز العاشر في هذه اللحظات. نعود إلى الصدارة، نعود إلى هواش، إلى هواش على الصدارة على المقدمة والمركز الأول محمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري.
من ينطلق على الصدارة على المقدمة بينما مبعد لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري من يأتينا على ثاني المراكز في ثنائية جميلة. هنا المركز الثالث دليهان القادم، هنا راشد بن عبد الله بن خليفة المسافري قادم، هنا أيضا وعينا على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الرابع القادم هنا مبشر لسعيد بن محمد بن خيرة العفاري ومناور عمير بن عبد الله بن سالم بن خادم القبيسي وصل بن سالميني مع منصف بأول نداء صالح بن محمد بن سالمين العامري، ويأتينا ريناد أول نداء كذلك لريناد سعادة سيف بن أحمد بن محمد القبيسي، ووصل هنا العديد أحمد بن الحزمي بن قناص العامري كذلك بأول نداء، ولكن هواش على الصدارة، هواش على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. قام راس بينهي هذا الشوط، راس هواش على المركز الأول، محمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري على الصدارة على المقدمة، مبعد في المركز الثاني سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، ولكن العديد قادم بكل قوة. العديد هنا احمد بن حزمي بن قناص العامري، ولكن هواش المسيطر على زمام الامور وعلى الصداره، هواش على صداره هذا الشوط، المسيطر على زمام الامور. والعديد في المركز الثاني، المركز الثالث هنا مغري لسالم بن عامر بن راشد المدهوش، يلا هواش لا زال على الصداره على المقدمه على المركز الاول. والعديد يحاول وهنا ايضا مغري، الله اللحظات الاخيرة الله، هنا العديد يتسلل الى الصدارة الى المقدمة. سلام مدينة العين لاحمد بن حزمي بن قناص. المركز الثاني هواش عتيق وسالم عبيد بن عرضي، المركز الثالث مغري لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي، وياتينا مبعد لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري ومناور لعمير بن عبد الله بن سالم القادم القبيسي، من حل على المركز الخامس. هذه هي النتيجه، ونعود مع التوقيت الزمني هنا وتوقيت ايضا العديد بسبع دقائق 34 ثانيه 5 من الاجزاء من الثانيه. تهانينا وناموس على هذا الفوز المميز هنا لاحمد بن حزمي بن قناص العامري، بينما سبع دقائق 35 ثانيه 8 من الاجزاء من الثانيه توقيت الزمني لهواش لمحمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري. سبع دقائق هناك ايضا 35 ثانيه 9 من اجزاء من الثانيه توقيت هنا مغري لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع على هذه الانطلاقات والتحديات.